مسحتي الفسحة؟ مسحتها مراية مراية، ده انا لحستها لحس. طب يلا ادخلي بقى اعملي الاوض احسن، انا اوضتي تضرب تقلب، وغيري الملايات. اغير الملايات؟ حاضر، لكن هنشر الغسيل واشطف المواعين اللي انا صبنتها واقول لام سعد تعمل لنفسها قهوه. طب يلا خلصينا احسن، دي الساعه داخله على واحده. حاضر. ايه ده؟ في ايه؟ الدنيا مليانه تراب، انت ما نضفتيش النهارده كويس. تراب ولا منضفه؟ فين التراب ده؟ فين؟ سيدة مش هتلبسين؟ أنا مش هوصيك على هنية. بس عليك يا حاج، ده كلام تقوله برضو؟ ده أنا كده ولا كده كنت مريحاها ومن قبل أي حاجة، هاجي دلوقتي وأتعبها؟ مش معقولة يعني، ده كلنا كنا مستنيين البشارة دي. وانا مستعد اجيب لك واحده تخدم مع ام سعد او اتنين لو حبيتي. ليه؟ هو احنا عايشين في سرايا ولا عايشين في سرايا؟ مثل بيقول على قد لحافك مد رجليك، واحنا لحافنا كبير والحمد لله، يعني ربنا رزقنا من وسع يعني، ونخلي الناس تاكل عيش. يو يا حاج، ما قلت لك بقى خلاص مريحها انا وهريحها اخر راح. وبعدين انا ما بحبش حد غريب يدخل بيتي، انا لولا ام سعد دي كانت بتخدم في بيت ابويا الف رحمه ونور عليه انا ما كنتش دخلتها بيتنا. خلاص خلاص يا سيده اللي تشوفيه. انا عايزاك تطمن، لو حكمت ان نعمل كل حاجه بايديا مش هتاخر، احنا دلوقتي ملناش بركه غير هنيه واللي في بطن هنيه. سيده انا عارف ان قلبك كبير واحنا هنا، انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ظفرك. تعيش يا حاج. يلا اخويا يلا عشان ما تتاخرش عن مكانك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا نفسي في الشوكولاته. انت بتتوحمي على الشوكولاته؟ وفي الترمس كمان. انا دخلت مكان يعني اتوحمي على زيتون تاني. السلام عليكم. مع الف سلام. مع السلام. رجب اتهزي يا وزي، يا وزي يا وزي يا وزاري شيك عجب، اتهزي يا وزي يا وزي يا وزي يا وزي الواد رجب. هو احنا مش هنطبخ النهارده ولا ايه يا هنيه؟ نعم الا نطبخ طبعا هنطبخ، بس اما اخلص اللي في ايدي. طب قوليلي مسحتي الفسحه؟ مسحتها مرايه مرايه، ده انا لحستها لحس. طب يلا ادخلي بقى اعملي الاوض احسن، انا اوضتي تضرب تقلب، وغيري الملايات. اغير الملايات؟ حاضر، لكن هنشر الغسيل واشطف المواعين اللي انا صبنتها واقول لام سعد تعمل لنفسها قهوه. طب يلا خلصينا احسن، دي الساعه داخله على واحده. حاضر. ايه ده؟ في ايه؟ الدنيا مليانه تراب، انت ما نضفتيش النهارده كويس. تراب ولا منضفه؟ فين التراب ده؟ فين؟ هو انا يعني هتبلى عليكي؟ لا اهو. طب خلاص خلاص خلصينا بقى، الوقت بيسرقنا. حاضر من عينيا. رايحه فين؟ راح انشر المطبخ في الغسيل. لا ادخلي اعملي اوضتي الاول، بقول لك تضرب تقلب وغيري الملايات وكسوي المخدات. حاضر. لما قالوا ده ولد سد ظهري وسند. اوضتك يا سي صالح نظفها بعناية. مخدتي دمعي يا مخدتي الوحداني، اهيال كل الحبايب اتنان وانا اللي مالي تاني، اهيال اهيالني. ناس تنام وتتمطع
وناس ايديها تتقطع. الله يرحمك يما. ايه يا واد، ايه يا واد، ايه يا ابن صالح، بتزغزغني عايزني اضحك. طب يلا تعال استريح شويه. تعال هنية، قوليلي هنية، بتعرفي تعملي المفتاه؟ المفتاه طبعا اعرف، حلبه ولا حلاوه؟ انهي الاسهل؟ الحلبه دوكها عاوزه نار وغلبه ومنهده. انا نفسي في الحلاوه بس ما بعرفش اعملها يا خساره، ولا حتى مساعد. لا ونبي ما تفتقلك مفتقتك الا هنية حبيبتك. بس مش عايزه اتعبك معايا. تعبك راح، ابعتي انت بس ام قرطاس تجيب الحلبه من الحاج، قصدي ابعتي ام سعد تجيب قرطاس الحلبه من الحاج وانا اعملها لك. طب روحي خلصي شغل المطبخ او بلا هي ما ترجع. يا رجلي يا رجلي. ايه اللي في ايدك ده يا كامل؟ دي حلبة للمفتقة يا حاج. ومين اللي طالبها؟ الحاجة. الحاجة سيدة؟ اه. في الصيف دي تبقى تقيلة عليها قوي. ما هو مش عشانها يا حاج. امال عشان مين؟ هي الحاجة اصلها من حنية قلبها، شافت ان هنية اليومين دول ضعفانة شوية، وشافت ان صحتها في النازل، قامت قالت يعني تعمل لها شوية مفتقة عشان تقويها. مين اللي قال كده؟ هنية صحتها كويسة والحمد لله. يعني بلاش يا حاج. بعدين مين اللي قال ان المفتقة بس هي اللي بتغذي؟ هي ما سألتنيش ليه؟ بعدين مين اللي هيعملها؟ قلبي كويس يا هنية، العسل لسه ما عقدش، انا عايزاها تشد قوي. تشد طبعا تشد، هو يقدر ما يشدش؟ فتحيه علمتك ولا ما علمتكيش؟ فتحيه دي مدرسه. يا سلام. طب ما اشوف بقى عمايلك ولا عمايلها. ده انا هدوقك احلى مفتقه اكلتيها في حياتك، هتاكلي صوابعك وراها. لو انت فاكره ان انا بحبها، انا عاملاها علشانك. علشاني؟ بس انا ما بحبش المفتقه دي. خلاص اجيب ام السعده اغطس دماغها فيها قبل ما تبرد. امال هنرميها؟